اولا اسم الصفه ديالك سيدي؟ الكاتب الاقليمي ديال الكونفدراليه الديمقراطيه الشرق الاوسط، اسم العلوي عبد الكريم. شنو ممكن تقول لنا على هذه المسيره هذه؟ مسيره قويه، ترفع شعارات قويه احتجاجيه ضد غلاء المعيشه وضد السياسه المنتهجه مع الحكومه ديال الحكومه الحالي، وفشل الحوار الاجتماعي اللي حنا كنعتبروه فشل، لانه ما لم تؤخذ بعين الاعتبار اقتراحات والتعديلات ديال الكونفدراليه الديمقراطيه الشرق، وكنعتبروه فشل كذلك في الزياده الهزيله، وكنعتبروه فشل لانه الحكومه لم تحترم الاتفاقات والمواثيق يعني المبرمه مع الحكومه السابقه من 2011. نعم، اذا كان هناك عرض ديال بن كيران، كاين الان العرض العثماني. شنو ممكن تقول لنا على هذه القضيه؟ كما قال الشاعر وصحابي الفرار وامي الردى، لا دا ولا داك في المستوى المطلوب. نعم، لا دا ولا داك في المستوى المطلوب. لا يمكن ان يطالب رئيس الحكومه السابق بتقاعد 7 مليون ويعطي عرض ديال 200 درهم 300 درهم للعامل، مفارقه غريبه. لذلك نحن نطالب ان يتم مراجعه ذلك التقاعد، لانه هذه سرقه من صندوق المغربي للتقاعد. نعم، والسيد وكذلك نطالب بدفع التقاعد للرمالين الوزراء عندما يصلون لسن التقاعد اللي هو منصوص عليه دابا 63 سنه او حسب التدرج. فغير خارج لا احد فوق القانون، خاصه اعضاء الحكومه خصهم يكونوا قدوه في تطبيق القانون وقدوه في السهر على السلطه. شنو ممكن تقول للناس اللي كيقولوا ان السي دي تي يعني مع وزير الداخليه كانت قابله بالعرض ولكن هي رجعت توقيع، يعني السي دي تي تراجعت وانسحبت من التوقيع؟ على شنو ممكن تقول في هذه القضيه؟ اولا وزير الداخليه في حقيقه هو على كل حال محاور، مرحبا بالحوار، كما يقول المثل لا يهمنا لون القط ولكن يهمنا ما يقوم به. نعم، رئيس وزير الداخليه دخل على الخط، مرحبا به. وصلت العرض الشق الهزيل ديال المالي اللي هو كان بمثابه مد تعبير عن حسن النيه من طرف السيدي، ولكن مرهون باتفاقات اخرى بنقاط اخرى. هذه الاتفاقات اعتصر الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل في رساله مكتوبه انه احنا قابلين ان نطلعوا في هذا العرض المالي، ولكن هناك نقاط اخرى كيخصها تدخل في الاتفاق. ولكن غير جاء رئيس الحكومه تعرضت عليه المطالب وجاء التوقيع، ما جابش ذاك الراي ديال الفيدرالي، اعتبرنا اقصاء وتهميش وانسحبت. شكرا سيدي.